أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وقفة احتجاجية في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي رفضا لترحيل السلطات اللبنانية لاجئين سوريين قسرا إلى مناطق سيطرة سلطة الأسد. شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالكوليرا في مناطق شمال غرب سوريا إلى 603 إصابة. المتحدث باسم رئاسة التركية إبراهيم كالين يوضح أن الاجتماع الرباعي المقبل سيعقد في العاصمة الروسية موسكو بعد الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 من أيار. نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة جيفري دي لورانتس يجدد رفض بلاده لتطبيع العلاقات مع سلطة الأسد خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا. الائتلاف الوطني السوري يطالب الأمم المتحدة بالتحرك لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان من عمليات الترحيل القسري إلى مناطق سيطرة سلطة الأسد وتعرضهم للاعتقال والاضطهاد. المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كير بيدرسون يقول إن سوريا مقبلة على نقطة فارقة ومهمة في مسار الحل السياسي في ظل الاهتمام المتزايد من دول المنطقة بالملف السوري.